كم واحد مصدق ان ربنا عايز يحيينا، عايز ينفخ فينا من روحه علشان يشجع قلوبنا نكمل الحياة؟ طب كم واحد مصدق ان الحياة لسه تستاهل تعيشها؟ صدقني يعني مش عارف اقول لك ايه، بتقلب انت على حتة وجعاني كده. الحياة شوف، طالما ما خدهاش منك لغاية دلوقتي تبقى تستاهل تعيشها، تستاهل، تستحق بحلوها وبمرها بكل ما فيها، هي تستاهل عيشها، لان هو ليه غرض في حياتي وفي حياتك، غرضه للخير، غرضه للبركة، افكاره افكار شالوم لكل واحد فينا. وانا مصدق ان ربنا عايز يعمل ده. الاسابيع اللي فاتت ربنا بيكلمنا وبيقول انه انا حي فانتم ستحيون. احنا بنعبد اله مقام من بين الاموات، كسر شوكة الموت واداني وادالك سلطان علشان حجارة تترفع من على حياتنا، وعشان نقوم من تاني، وكل ربط موجود في حياتنا نيجي بيه قدام ربنا عشان يحلنا، عشان نعرف نعيش في ملكوته في هذه الأرض. أمين. سفر العدد أصحاح 16، سفر العدد أصحاح 16، اختيار الله لأبرام، تحويل اسمه لإبراهيم، وأن يصنع منه شعب مقدس ليه، نموذج لينا، نموذج للحياة، نموذج للرب كان عايز يصنعه في وسط الأمم علشان هذه الأمة تكون نور وتكون ملح في وسط ناس كتيرة، تعلن عن الإله الحي وسط آلهة أصنام كتيرة جدا، الإله الحقيقي وحده يهوى العظيم. بعد ما الشعب خرج من مصر وهم ماشيين في البرية، شعب إسرائيل حقيقة يمتاز بميزة خاصة جدا جدا جدا، احنا طبعا ما نقلش عنه في هذا الامتياز، يمتاز بالتذمر المتواصل. يمتاز بإيه؟ التذمر المتواصل، المتواصل كل شوية يتذمر، كل شوية يقف وقفة تعبان وبيشتكي. في سفر العدد أصحاح 16 بتقول كلمة الله أنه جم ثلاثة كده من كبارات الناس، الشيوخ بتوع إسرائيل، وقالوا لهارون وموسى ومريم، إيش حاجة يعني؟ عارفين إيش حاجة؟ قالوا لهم إيش حاجة يعني؟ إيش حاجة أنتوا بس أنبياء؟ وإيش حاجة بس أنتوا يعني اللي ربنا بيكلمكم؟ بيكلمنا إحنا كمان وبيكلم كل الناس. والتذمر على انه اشمعنا هارون بس يكون كاهن. الجماعه اتفقت على موسى وعلى هارون. عدد 15 كده، شوف معايا بيقول ايه. عدد 15 اوكي، لا اصحاح 16، خلاص خلينا نعدي من ده كله. موسى قال على الناس دول اللي هم بني قورح واللي معاه انه لو الرب بيكلمني تموتوا زي الناس الطبيعيه ما بتموت. لو الرب بيكلمني تموتوا موته غريبه، تتفتح الارض تبلعكم. وبعدوا كل الناس عن خيامهم، وموسى راح عمل كده والارض اتفتحت، بلعت كل الناس دول باللي ليهم، بولادهم، بزوجاتهم، بكل شيء ليهم. الارض فتحت بطنها واخدتهم فيها. عدد 41، هم اساسا تذمروا، رجعوا تاني برضو، تذمر كل جماعة بني اسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين انتما قد قتلتما شعب الرب. ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون انصرف إلى خيمة الاجتماع، وإذا هي قد غطتها السحابة وتراءى مجد الرب، معناها أن الرب حاضر موجود. فجاء موسى وهارون إلى قدام خيمة الاجتماع، فكلم الرب موسى قائلا اطلع من وسط هذه الجماعة فإني أفنيهم بلحظة. فخرا على وجهيهما، ثم قال موسى لهارون خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المسبح، وضع بخورا واذهب بها مسرعا إلى الجماعة وكفر عنهم، لأن السخط قد خرج من قبل الرب وقد ابتدأ الوباء.
فأخذ هارون كما قال موسى وركض في وسط الجماعة، وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب فوضع البخور وكف عن الشعب. بص الكلام اللي جاي بقى، فوقف بين الموتى والأحياء فامتنع. قولها معايا بصوت عالي لو معاك كتاب مقدس، فوقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. فكان الذين ماتوا بالوباء 14,700 عدا الذين ماتوا بسبب قورح. ثم رجع هارون إلى موسى إلى باب الخيمة الاجتماع والوباء قد اجتمع. ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. آية كمان من كلمة الله، سفر حزقيال أصحاح 22 في أصحاح 22 الرب بيعدد خطايا أورشليم اللي بسببها هو حيهدم أورشليم وحيهدم أسوارها وحيسبي من فيها. أصحاح 22 وعدد 30 تقول كلمة الله، وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها فلم أجد. تعرف تقولها معي بصوت عالي؟ وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها. يا رب قلوبنا جاية لك النهاردة يا سيدي يا رب، أنا بصلي في اسمك كلمة الحياة تيجي تملانا يا رب. أيقظ لينا أذان لنسمع كالمتعلمين يا رب، وأيقظ أرواحنا من جوه عشان كلمتك تيجي عليها يا سيد. يا رب أنا بصلي في اسمك أنه ما يكونش فيا يا رب أي عائق أو مانع يمنع كلمتك توصل لأي حد يا سيد. أنا بصلي النهاردة غطي ضعفي يا رب، غطي ضعفي، استخدم إنسانيتي وبشريتي يا سيد توصل بيها كلمتك إلى كل نفس موجودة ها هنا. مش عايزين نسمع بشر، عايزين نسمعك أنت يا رب، عايزين نسمعك أنت يا سيد، عايزين نسمع روحك القدوس ماذا يقول للكنيسة في هذا اليوم يا رب. وأنا مصدق يا رب أن روحك لسه بيتكلم. كلمتك بتقول من له أذان للسمع فليسمع، وأنا بصلي النهاردة يكون لينا أذان في هذا المكان يا رب. نخضع كل فكر، نخضع رب كل ما فينا تحت سلطان اسمك. وأنا بشكرك لأن روحك حيجي يشجعنا النهاردة، حينبهنا، حيوقفنا، حيحيينا ويكمل عمله الصالح فينا. اقبل صلاتنا في اسم يسوع يا سيد. أمين. هاللويا. احنا من أول السنة عندنا شعار ماشيين بيه الرب مكلمنا فيه إنه أعدوا طريقا للرب. وكنا في الأربع شهور الأولى في السنة أو الثلاثة بالأحرى الشهر اللي فات كان كله أعياد، كنا بنتكلم بس على أنه رقم 14 ده رقم خلاص في كلمة الله، وخدنا حاجات كتيرة قوي عن يشوع وعن يشوعاتي وعن خلاصي، أن إلهنا إله خلاص، ما من موقف بتمر به، ما من شيء أنت بتعيشه إلا والرب عايز يوري لك فيه خلاصه، أنه يقدر يخلص إلى التمام، أنه يقدر يحييك، أنه يقدر يشفيك، أنه يقدر ينقذك، أنه يقدر يقيمك، أنه يقدر يعضدك، أنه يقدر يسندك، أنه يقدر يجاوب عليك. خلاصك معناها سندك وعضدك وشفاك ورحمتك ورحمة كل ما تحتاج في الحياة هو هذا الإله المتجسد في شخص يسوع المسيح. من أول السنة كنا بنذكر أنه الله رقم 14 زي ما شفنا في نسب المسيح 14 جيل 14 جيل 14 جيل، وربنا كان بيكلمنا أنه هذه السنة في جيل هو صنعه جديد اسمه جيل إيليا. جيل إيه؟ جيل إيليا، جيل مليان بالنار، جيل مليان بغيرة الرب، وجيل راجع مرة تاني يرمم مذبح الرب المنهدم. ولما يرمم مذبح الرب المنهدم من تاني يجي بتوبة، يجي بصدق، ومذبح الرب اللي يرممه من جديد انه يكون ليه سلطان زي إيليا اللي مكتوب عنه انه كان إيليا انسانا تحت الآلام مثلنا لكن صلى
صلاة، صلاة واحدة بس ربط فيها السماء 3 سنين و6 شهور لا تمطر. أنا مصدق أن الله اللي وعد عايز ينشئ في هذا الزمن، في هذا الوقت، في هذا المكان، في وسط الأرض دي، في وسط الجماعة دي، جيل فيه ناس، في شباب وشابات، رجالة وستات، صغيرين وكبار، قادرين يكون لهم نفس السلطان أنهم يصلوا صلوات تصنع فرق في السماء وفي الأرض. ولأن الرب عايز يصنع ده وعايز يرمم هذا المسبح من تاني، الحاجة اللي احنا النهاردة ربنا عايز يكلم قلوبنا فيها، كنت كبير ان كنت صغير، خد بالك الكلام ليك مش لغيرك، خلاص الكلام، انا عارف ان انت مظلوم وعارف ان انت واخدة على خاطرك وعارف انه المشكلة الكبيرة موجودة فيها وموجودة فيه وموجودة فيهم، عارف انا يعني كلنا فاهمين ده، قابلينه وحاسين بيه. بس انا الكلام النهاردة ربنا بيكلمك بيقولك ما تحطش عينيك على غيرك، اديني ودانك وعينيك، انا حنهضك انت، انا حعمل فيك حاجة انت مختلفة، انا عايز استخدمك انت. وزي ما الرب كان يسوع بيقول لبطرس في يوحنا 21 لما بيتكلم على التلميذ اللي لو أراد أن يبقى إلى أن يعود وده ماله، ده بيعمل إيه؟ فالرب قال لبطرس اتبعني أنت، مالكش دعوة بغير، اتبعني أنت. ما تحطش النهاردة حاجتك على شماعة حد تاني، الشيء اللي عليك النهاردة واللي ربنا عايز يكلم قلبي وقلبك بيه، ينهض فينا الله من تاني الإحساس بالمسؤولية، ينهض فينا من تاني. عايز أقولك على حاجة، الله ما خلصناش جماعة، احنا مش في شروة، خد بالك احنا مش في شروة، انت الله خلصنا فرادي، احنا اعضاء جسد المسيح واعضاؤه ايه؟ افرادا، كل واحد فينا مسؤول، كل واحد فينا عنده حتة بيلعبها، محدش فينا، انا مش هخش السماء لان ابويا الله يرحمه كان كويس وكان بيعشر وكان طيب وكان فاتح بيته، انا رايح في ملكوت الله في سماواته لاني انا عن نفسي قبلت شخص يسوع المسيح ان يكون مخلص وعايش بتقوى الله وخوفه يوم بعد يوم. ده مش هينفع ابني، ده مش هينفع بنتي، هينفع ابني وبنتي لو هم قبلوا ده في حياتهم، مش هينفع مراتي، مش هينفع شريك الحياة، مش هينفع حد تاني انا معاه، لكن ينفعك انت بمفردك. وكلمة الله النهاردة ليا وليك، لما تكون بمفردك، لما نجتمع مع بعض تبقى الكلمة لينا ايضا جميعا. الله بيقول هنا وهو قلبه على اورشليم يوم 7 ان شاء الله، 7/6 ده صلاة لاجل اورشليم، صلاة عالمية لاجل اورشليم. عارفين الرب بيقول على أسوارك يا أورشليم لا يسكتون كل النهار وكل الليل، وكلمة الله بتقول اسألوا سلامة أورشليم. تعرف الرب يسوع جاي؟ كم واحد مصدق الرب يسوع جاي؟ عارف هيملك فين؟ يا عم قول، ما حد صدقني هيمسكنا ولا احنا على الهوا ولا حاجة، ما تقلقش، هيملك في أورشليم وهناك هيكون عرشه اللي يأتي يملك فيه. والرب بيقول هذه هي المدينة اللي أحبها الله، أحب الله أبواب صهيون أكتر من كل مدينة أخرى ومكان آخر، الله اختار هذه المدينة. بيقول صلوا لأجل سلام أورشليم. الله وهو بيعاقب شعبه، المدينة الغالية، المدينة اللي حط فيها هيكله، والشعب كان بيقول في حزقيال يهوى الشمة، يهوى الشمة يعني الرب هناك، الرب هناك، لأن الرب هناك، لأن الرب حاطط هيكله في أورشليم لن يصيبها سوء، لن يصيبها سوء. لكن عايز أقولك أنه أصابها سوء، أصابها سوء، لأن الرب مش مهم هو ساكن فين، مهم الناس اللي هو ساكن فيهم شكلهم إيه. تاني، مش مهم هو ساكن فين في الطوب، ساكن وسط مين، وسط أي نوع من الشعب هو بيعبده بأمانة وبقلب واحد. ربنا بيقول إنه أنا شفت الخراب اللي موجود، شفت الخطايا اللي موجودة في أورشليم، وما كانش عندي حاجة جوايا توقف هذا الغضب إلا إذا كان فيه راجل، وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويقف في الثغر عن الأرض لكي لا أخربها فلما
أجد. فلما أجد، ربنا كان بيدور على واحد بس، واحد واحد بس يقف في مكانه الصحيح، يقف يبني جدار ويقف في الثغرة. ولما يقف في الثغرة هناك حاجات، يقف في الثغرة يعني في باب مفتوح. الرب عايز يقول انه الثغرة معناها انه الحماية سقطت، الحماية وقعت، انه في حرامية داخلين طالعين، ان في اعداء من كل ناحية. وبيقول حاجة واحدة بس، انا عايز واحد يبني جدار ويقف هناك، هو نفسه يبقى النهاردة السند اللي واقف بيسد اللي جاي من عند العدو، وانا حرحم الارض كلها. هو واحد بس ينفع؟ واحد بس ينفع؟ الرب بيقول اه واحد بس ينفع. الرب اشفق على سدوم وعمورة اللي شرهم صعد الى السماوات، وقال هل اخفي هذا الامر عن عبدي صديقي ابراهيم؟ وراح قال لابراهيم، وابراهيم مرة واثنين، لو فيها 50، لو فيها 45، لو فيها 30، كل شوية نقص 5. ويجي للرب، لو كان، لو انت قلت كده، لو لقيت فيها انا علشانك، علشان كلمتك، علشان طلبك، انا هعمل كده. صمويل بيقول كيف اخطئ الى الله واكف عن الصلاة لاجلك؟ واحد بس كافي. لو في قلبه صدق، الله بيدور على واحد انه يقف علشان يرد الغضب. موسى عملها بدل المرة مرات، موسى عملها بدل المرة مرات، وبدل شعب غليظ الرقب وشعب كثير التذمر في كل مرة، رب قاعد يقول لموسى، يديله تفاصيل المجد، المجد ان انا هحل في وسطيكم، وانا هكون الهكم، وانا الاله الحي، وانا حدي اخوك هارون انه يكون رئيس للكهنة، وثيابه مش عارف تكون شكلها ايه، ولابس ايه، وعامل ايه. والرب بيوصف لموسى هذه الكلمات، عارفين هارون بيقول ايه؟ هارون لنا من الستات بتوع اسرائيل كلهم، كل واحدة تجيب لي ذهبها، كل واحدة تجيب لي ذهبها، يلا هتقولي الذهب. كل واحدة جابت ذهبها والذهب اللي أخذوه المصريين. وبعد كده هو يقول لموسى إيه؟ أنا ألقيت الذهب في النار طلع عجل. سبحان الله، معجزة. إيه ده؟ لوحدها كده، هو لا مسك لأزمير ولا مطرقة ولا خبط فيهم علشان يشكل. وهو بيعمل كده، الله لسه عنده خطة لهارون وبيتكلم ليها إلى موسى. ولما نزل موسى، الله كتب بإصبعه لوحي العهد. صعد موسى أمام الله مرة تاني يبكي، وهو بيقول الرب اغفر لشعبك وإلا أمحو اسمي من كتابك. أمحو اسمي. بدل المرة عملها موسى مرة واثنين ورا بعض، 80 يوم كاملين في صوم وصلاة، والله سمع لموسى. الله سمع لموسى. خد مكانك، ده عنواني البسيط النهاردة. أخونا فليب هيجي الأسبوع اللي بعد الجاي، والشريط الأخير بتاعه اسمه اللي بعد اللي بعد اللي جاي. أنا آسف جدا، معلش، اللي بعد بعد اللي جاي. أوكي، شريط اسمه آخر شريط، خد مكانك. أقف كراجل وخد كل واحدة بقى قاعدة هنا تقول لي كلام للرجالة ماليش دعوة. لا لا، الكلام مش، لما الكتاب بيكلمنا بيكلم كل الجماعة كرجالة في الرب. بتقول كلمة الله في كورنثوس الأولى 16-13، اسهروا اثبتوا في الإيمان كونوا رجالا تقووا. وأول حاجة بتقول إنك راجل، بتقول إنك راجل في الإيمان، اسهر واثبت في الإيمان، اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. التحدي اللي احنا مطلوبين بيه النهاردة، هل انا الرجل المطلوب ده؟ هل انا هو الشخص اللي الله بيتكلم عنه؟ هل في حتة انا ممكن اقف فيها ابني جدار واعمل انا نفسي، انا الحتة اللي بتلزق السور مع بعض عشان الله ينظر الي؟ هل ينفع النهاردة العب الدور اللي لعبه هارون، انه جري ومعاه المبخرة بايده، وقف بين الاحياء والاموات، فايه اللي حصل؟ فامتنع الوباء. اقف ما بين الاحياء وما بين الاموات، فاهم ده؟ الله مستني هذا الدور ان احنا نلعبه في حياتنا، ومن حقي ومن حقك ان احنا نلعبه. ليه؟ لانه هو جعلنا لالهنا ملوكا وكهنة، احنا كهنوت ملوكي. الله سامح لينا ان احنا نلعب هذا الدور وان احنا نعيشه في حياتنا. يا عم يسمع منك الكلام اللي انت بتقوله جميل قوي، بس انا عندي شويه ضعفات، عندي شويه ايه؟ ضعفات.
أنا عندي ضعفات وضعفاتي مش سمحالي الحقيقة أن أنا ألعب الدور ده. تعال بضعفاتك. تعال بإيه؟ بضعفاتك. أنت شايف ضعفاتك. الشرير لما يجي يلاقيك واقف في الثغرة مش شايف ضعفاتك، شايف اسم يسوع المسيح اللي موضوع عليك، شايف السلطان اللي دفع ليك. خطاياك دي حاجة، ضعفاتك دي حاجة انت بتتعامل فيها بينك وبين الله وبين الروح، لكن انت لما تقف وليك سلطان رب الجنود قادر انك تحمي، قادر انك تشدد، قادر انك تفصل ما بين الاموات والاحياء بسبب وقفتك قدام الله. خد مكانك النهاردة. واحد اتنين كلمتين كويسين قوي. نمرة واحد، ابن جدار. ابن عليه ابن جدار كده. في حاجة واقعة. يعني ايه؟ يعني الشرير داخل من حتة، خلاص بيضربني، بيضرب ولادي، بيضرب الخدمة، بيضرب شريك الحياة، ضارب في حتة، ضارب الجسد. ورب يقول لك النهاردة ما تبصش لغيرك، بص على نفسك وحط عينك عليا، واللي تعمله النهاردة ابني جدار. ولما تبني جدار، نحمي عمل نفس الشيء ده. نحمي راح وكل واحد من شعب إسرائيل، كل واحد بنى أمام بيته، بنى أمام بيته. من أسبوعين ثلاثة يمكن كنا بنصلي أنا ومنال لأجل زوجين عندهم مشكلة مع حد مع أولادهم، وهما الاثنين تعبانين جدا ومكسورين جدا، فمش عارفين حتى يصلوا يقولوا ايه. ومنال بتصلي الصبحية، ربنا اداها فكرة، الفكرة جميلة قوي. الفكرة اللي اداها لها ربنا انه لما تطلع الطيارة، حتى طلع الطيارة، اي طيارة في الطيارات، بعد ما تسمع يقول لك التعليمات، من ضمن التعليمات اللي يقولها لك انه لو حصل خطر وفي الطيارة تعرضت للخطر، انه في انابيب اكسجين هتقع تنزل كده من فوق. يقول لك ايه؟ يقول لك قبل ما يكون الطفل اللي جنبك تحط له الاكسجين تعمل ايه؟ حط لنفسك، حط لنفسك، لانك وانت بتحاول انك تحط له ممكن ما تلحقش تحط له بسبب ان انت ما لحقتش نفسك. واللي عايز يبني جدار النهارده، نمره واحد، الحق نفسك اولا، الحق مكانك انت واقف فين. الله نفسه النهاردة كل واحد فينا انه يقف يبني جدار في حتة واقعة موجودة في حياتي وفي حياتك. خلينا اسألك النهاردة، انت فين؟ انت فين؟ انا هنا وانا رايح فين؟ لا لا، انت فين؟ انت عارف السؤال، انت عارف السؤال وانت عارف الرد. انت فين؟ انت فين من المسؤولية؟ انت فين من الدور اللي عليك؟ انت فين من الحتة اللي انت مفروض انك تعملها؟ انت فين من البركة اللي ربنا استودعها بين ايديك بس انت مش شايفها، مش واخد بالك منها؟ كم واحد مننا مصدق ان ربنا حاطط بين ايدينا مفاتيح السماوات، ملكوت السماوات مفاتيحه بين ايدينا؟ حد مصدق الحكاية دي؟ اللي مصدق يقول امين. لان الله دفع بين ايدينا مفاتيح واقعة منك ولا مصدية، عارفها ولا مش عارفها، بتستغلها ولا لا. المشكلة ان انت لو ما اتكلمتش، لو ما نطقتش، لو ما خدتش دورك، والشرير لقاك مكسكس. عارفين مكسكس ولا نشرحها؟ جايب لورا، يعني جايب لورا، بتجيب لورا. لما بتجيب لورا هو بياخد مساحة، وبياخد مساحة مش بتاعته، مش مكانه. وجوه قلبي وقلبك عندي ملامة على الرب، عندي شكاية، او عندي بلاش ملامة وشكاية، لا احنا ناس كويسين ومؤمنين زي الفل، عندي حيرة، عندي حيرة، عندي حيرة، ومش فاهم ايه اللي بيحصل وبيحصل ليه وعلشان ايه. المشكلة ببساطة خالص ان انت تزحزحت الورا، ان انت مش واخد مكانك، انك لو وقفت وانت موجوع وتعبان ومكسور، عين طايرة منك، صوابع ايديك اتقطعت منك، طعنة انت خدتها، لكن قمت بسلطان رب الجنود، الشرير هيهرب من قدامك. اوعى تستنى لما الحال يتعدل، اوعى تستنى لما تلملم نفسك من تاني، اوعى تستنى لما تحصل حاجة بقى وربنا يجي يفتقدني هبقى اقوم بالدور. انا هقوم بالدور باي شكل من الاشكال، لان دي مسؤوليتي وده اللي ربنا حطه على قلبي اني اقوم بيه واعمله. ابن جدار. الستات ممكن تناموا، الرجالة يدوني 5 دقايق. ناموا، اي ست عايزة تنام نامي خلاص، يعني ارتاحي، والرجالة يدوني 5 دقايق بس.
خلينا أكلم كل راجل موجود في هذا المكان. كل راجل موجود ها هنا. لو في راجل يقول أمين. أيوة كده أمين يعني. مش كل راجل، كل زوج، كل أب، أنت كاهن. أنت كاهن، وأنت كاهن على رتبة يسوع المسيح. أنت كاهن إن ربنا حطك مكان حماية وصور حماية لكل اللي تحت سلطانك. فين أنت؟ خلينا أسألك، الله يخليك، فين أنت؟ ما هي بتصلي بقى، ما بيروح الاجتماع مع بعض وبيصلي شوية ستات مع بعضهم. عارف مهما صلت هي، مهما صلت، مهما صلت، ومهما ربنا ادها من نعمة وصلي كتر خيرها على كل اللي بتقوم بيه، الكلمة منك انت قد 10 جمل لما هي تتكلمهم. عارف ليه؟ لأن ربنا وضع عليك سلطان. خليكي نايمة وشدي كوعي جنبك، ما تزغدهوش، خلاص ما تزغدهوش دلوقتي. انت عليك دور، انت عليك دور. انا عندي زوجة فاهمة قوي يعني ايه دوري، فاهمة قوي. لو حد من العيال سخن تيجي تبصلي في ايه يعني، كل البشر بيسخن وانا اعمل ايه يعني، كل الخل اللي عند لا 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 اكيد في حاجة غلط، في حاجة شيء، اعمل لك حاجة، شوف لك حاجة يعني، خد حركة، اعمل شيء. ليه؟ في فهم انه في حاجة اسمها سلطان انا بقوم بيه. في الزمانات لما كنت اسافر، اول ما اسافر من هنا سجل من المصائب بيحصل، ان كان في البيت وان كان في الكنيسه وان كان مش عارف مع العيال، والسيارات خربت ومش عارف ايه اللي ضرب وايه اللي حصل. عارفين ليه؟ لان مكان يتسابق وهو عريان. ربنا علمني من سنين، لما تمشي ما دفعته اليك من سلطان اطلقه بصوت عالي، قوله لمراتك واتركه ليها، والسلطان اللي انا اديته لك انا هحطه عليها، لن يقترب الشرير من شيء ليك. فاكر مره من المرات ان انا سافرت وهي كانت نايمه، قعدت تضرب عليا في المطار، تضرب عليا في المطار، تضرب عليا في المطار. فقلت رب مصيبه حصلت ولا ايه؟ فرديت قالت لي نبيل الامبورتيشن، امبورتيشن يعني انا اديت لها الحاجه. لا انا عملتها، صليتها وانا نايمه، لكن انا هقولها مره تانية وصليها معاكي مره تانية. انت ليك دور، الله ادالك سلطان انك تحمي بيتك، انك تحمي اولادك، انك تصلي لهذا البيت، انك تتشفع لهذا البيت، انك تتكلم على حياه اولادك، انك ترفع اتعبهم، مشاكلهم، احملهم قدام الله. ده الدور اللي ليا، ده دور متعب بس دور تفتخر بيه، تفتخر بيه ان في حد تحت كنفك، في حد. مش انتوا بتعلموا الخضوع برضو ولا ايه؟ مش انتوا كتابكم بيعلم الخضوع؟ ما تقولها تخضع لي، صدقني انا هقولها تخضعك. انت بس حبها، حبها انت، انت حبها وهتلاقيها تخضع لك على طول. دينا بنتي بتصور، شغالة مصورتية بتاعت سينما يعني، فعندها عدة تقيلة، فتشيل وتأجر ترك وتروح تملى الترك بالعدة وكاميرات وكل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. فتقول لي بابا انا بقالي اسبوع ظهري خلاص وقعت من على الكرين مرة ومش عارف حصل لي ايه وعمل لي ايه. قلت لها دينا ما فيش رجالة معاك يا شباب؟ قالت لي لا الرجالة هنا عدموا. معرفش ارد عليها الحقيقه، معرفش ارد عليها، معرفتش ارد عليها. عارف لو الرجاله واخدين دورهم من تاني، حاجات كتيره في حياتنا هيتحط ليها حدود، حاجات كتيره في حياتنا هيتحط ليها سدود. ستات كتيره بدل ما تلف يمين وشمال بتدور على حب وبتشحت حب وعطف واهتمام، هتلاقي حد بيغطيها وبيسندها وبيشجعها وبيصلي من اجلها، بيصلي من أجلها. وأنا في العراق من كام أسبوع، روح القدس لما كنت بصحى كل يوم الصبحية وأنا بصلي بولادي، أكتر واحدة صلت لها وأنا حاسس بأنه
روح قدس قاعد يفكرني، مش انت تنبأت على حياتها وقلت كذا كذا كذا؟ طب ما تصلي لها في الموضوع ده، صلي 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 في الموضوع ده. وانا حاسس بانه انا علي دور، هناك مسؤولية لابد اني اقوم بيها. وما احلى انك تيجي امام الله، ما انتش بتشحت، ما انتش يا رب من فضلك، ده دفع اليك وبين ايديك، قوم اقف وخد مكانك من تاني. كل ستة تصحى في هذا المكان بقى، بصي له وقولي له خد مكانك. محدش اتجرأ خالص ان يبص في اي حتة. عايزين نروح في سلام النهاردة. اوعى الكسل ياخد منك، اوعى اللي هي بتعمله ياخد منك ويكسرك. انت عندك هدف وغرض وهتقدم عنه حساب. ايوه هتقدم عنه حساب. ما انت عارف انها ما تطقش، ما انت عارف ان دماغها لمؤاخذه، يعني مش عايز احكي، انا عارف انها لمؤاخذه وانا عارف انها ما تطقش، وعارف مسؤوليتك ستبقى الى النهايه امام الله ان يقول لك عارف، لانها كل اللي انت بتقول عليه ده انا استأمنتك انت بالذات انك تكون راسها. واحده بس قالت امين ومش متجوزه. انتوا بتصوروا اللي احنا بنعمله ده ولا خالص؟ طيب يا رب، في آية في سفر الجامعة عدد 10 وعدد 4 بيقول إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. لو طلع عليك روح المتسلط، لو حاسس ان انت متنرفز وحاسس ان انت مش عارف عايز تعمل ايه وتسوي ايه، سكن ده، سكنه جواك وقول الآية الشهيرة اللهم طولك يا روح. قول معايا اللهم طولك يا روح. يا عم قول الله يطولك يا روح، صدقني جميلة وحلوة اللي فيها. انت بتطلب صبر ربنا يسوع المسيح انه يسكن فيك. واحد متجوز كده مش عارف من قد ايه، قابلني من يومين ثلاثة، يا اخبارك عامل ايه الجواز حلو؟ قال لي تصدق انا اكتشفت نفسي ان انا عندي صبر واحتمال غريب. قلت له ده اسمها النعمة، خليك عايم فيها، ما تطلعش من هناك، ربنا يديك نعمة، كمل كمل كمل، انت لسه شفت حاجة، كمل كمل كمل، ما تحسدش نفسك، كمل كمل، يكون جواك صبر، كمل يكون جواك طول أنا. ليه؟ دي الأمانة اللي ربنا حطها فيك وادهالك عشان تعرف تحمي بيتك، عشان تعرف تتكلم عليه بالبركة وبالنعمة. يا رجل الله ارجع حب، ارجع اعطف، ارجع اتحنن، ارجع احزم احزم احزم. يا عم ده احنا بندور على رجالة اليومين دول. بندور على رجالة كده حد ياخد لنا قرار. انت فكر انا باخد قرار ليه؟ لانك كل حاجة الدنيا سايبة معاك، عليك انت خلاص، اعملي كذا عليك انت، خد لك قرار، يعني حتى لو كان قرار غلط، حتى لو كان قرار هتحارب فيه وتخبط فيه وتخانق مع بعض، بس هي عارف اخر النهار حاسة بايه؟ انا عندي راجل يا اخوي. عند راجل مستريح الحمد لله، وتفتخر بقى لما تقول لك مش عارف كنت عايز اعمل ايه وايه 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 وقلت له فهو قال لي لا. يا سلام على الهنا، سلام على الفرح اللي جواه. حاسه ان ليا حد، مش متجوزه اختي، متجوزه راجل، حتى لو كان قليل الكلام لكن عارفه انه بياخد قرار، عارفه انه يتحمل المسؤوليه. مش شغلتك انك مكنت فلوس يا حبيبي، عيالك مش عايزين بس الفلوس، عايزين راجل واب يحسوا بيها، مراتك محتاجه زوج تحس معاه بالحمايه ما ينفعش تيجي ترمي عيالك عند الكنيسه وتيجي تاخدهم اخر الكنيسه. سمعني ولا مش سمعني؟ لانه ابنك بكره شاف ابوه المثل الاعلى ليه بيرمي عياله عند الكنيسه، هو هيعمل كده، هو هيعمل نفس الحاجه ونفس الشيء. انا وهي ما بنحضرش الكنيسه بس حريصين جدا جدا الاولاد يكونوا في مدارس الاحد. سبحان الله، فعلا انت مسؤول، انت مسؤول انك ترعى، انت مسؤول انك تكون مثل، انت مسؤول انك تحتمل لاجل ربنا يسوع المسيح. من يجد زوجة، كم واحد نفسه يشيل الايه دي من الكتاب المقدس؟
قول لي وانا تقد الكلام اللي بتقوله ده. من يجد زوجة يجد خيرا وايه كمان؟ وينال رضا من عند الرب، لانه في حياتك زوجة الله بيقول لك انا امرت ليك بالخير، ولانه في حياتك زوجة الرب بيقول لك انا راضي عليك وعن طرقك وحباركك اكتر من كل اللي فات. حد من الرجاله يقول هللويا بصوت عالي. ساعدني ابني جدار يا رب، ساعدني في الحتة الواقعة والمكسورة جوه بيتي وأسرتي يا رب، أعرف أقف أصلي فيها، أعرف أعلم فيها كلمة الله، أعرف أتكلم بيها بشيء مختلف. ارجع وتنبأ بالخير من جديد على بيتك وعلى حياتك. خلي الكلمة المشجعة ترفع من تاني، خلي الكلمة الحلوة ترفع من تاني، خلي الكلمة الحلوة ترجع ترفع من تاني. ده الغذاء، ده الإطعام، ده الطاقة، ده القدرة اللي تقدر ترفع ناس كتير. الرجالة سمعوني كويس، غمض انت بقى واديني اديني اللي جنبك. الله يخليك، اديني اللي جنبك، اديني اللي جنبك من فضلك، اديني اللي جنبك. كونوا رجالا تقووا يا ستات، إن كنت زوجة، إن كنت أم، إن كنت ابنة، لكونك امرأة. عايزة بس أشهد النهاردة شهادة حق، كم من بيوت صمدت وسط العواصف والرياح القاسية لأن كان في ستة أمينة بتصلي. لأن كان في حد صابر، لأن كان في حد حاطط عينيه على الرب، لأن كان في حد بيترجى وبينتظر الله انه يصنع امر مختلف بسبب ام كانت بتصلي، كانت بتنتظر. انا واقف في هذا المكان بسبب امي، انا واقف في هذا المكان بعد كل هذه السنين اللي بخدم فيها الرب بسبب امي اللي كانت بتصلي عشان واحد صايع وضايع وبيعمل كل الموبقات اللي في الدنيا، صدقت في الرب وصلت لاجله لغايه لما بقيت خادم للمسيح يسوع. وانا بقول لك النهارده ان صلاتك مش ضايعه، ان انتظارك مش ضايع، مش مفقود، والرب عايز يباركك اكتر واكتر 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 واكتر. كلمه الله بتقول عن المراه الفاضله في امثال 31، سراجها لا ينطفئ في الليل. عارفه يعني ايه سراجها لا ينطفئ في الليل؟ سهرانه سهرانه سهرانه، بتصلي حتى في الليل، سهرانه حتى في وسط الضلمه، حتى في الليالي الحالكه لسه سراجها منور وبتقول في امل وفي رجاء، لسه بتنتظر الرب لاجل بيتها ولاجل زوجها ولاجل كل من حولها. كلمه الله بتقول في نفس الاصحاح عدد 30 عن زوجها، تصنع له خيرا لا شرا كل ايام حياتها. تصنع له خيرا لا شرا كل ايام. بصي لي تاني كده، تصنع له خيرا لا شر. انت عارفه ايه الخير وايه الشر صح؟ اكتر واحده تعرف ايه الخير وايه الشر صدقيني. عارفه انت لما بتتسميش وقلبك يتقفل، البيت كله منزعج، البيت كله تعبان، البيت كله واقف على طراطيف صابه، واللي هو يقدر يعمله الحل بتاعه اللي هو يقدر يعمله، لو كان معاه سياره هياخد مفاتيح السياره ويتكل على الله، وهتفضل انت تغلي 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 لغايه لما يرجع من بره. واول ما يرجع ما فيش اي بصيص من الحكمه ولا الانتظار بتاع ويخش ينام. ولما يخش ينام ولو ما سمعش طلقني. طب نامي والصبح طلقك ان شاء الله؟ ابدا. نكلم الاسيس دلوقتي، اختاري الوقت المناسب انك تطلعي مدافعك، مدافعك نفع صدقيني. انا السنه اللي فاتت فاكره اللي قبلها كنا بنتكلم على ان الستات نعمه، خلاص الستات مالهم نعمه، وانا قلت لكل ست موجوده هنا الضرب خط احمر، الضرب ماله، ولو ضربك مد ايده عليك تعالي قولي لي وانا هاخد لك حقك بالنيابه وبالبوليس واي حاجه في الدنيا. لكن وبعديها شفت حادثه قدام عيني، عرفت هو ليه في كلام يوجع اكتر من الضرب.
في كلام يحقر وكلام ينرفز. وانا عايز اقول لك على حاجه، هو نايم دلوقتي مش واخد باله. اسمعيني اسمعيني، هو عامل زي العيل، زي العيل الصغيرين. والعيل الصغير لما يتغص عارف بيعمل ايه؟ خبط في كل حاجه. لكن في كلام موجع، في كلام بيهيك، في كلام بيرزع، في كلام بيكسر، في كلام بيحطم. والراجل مش عايز حب وعايز دلع وعايز ولا يهمهم الكلام ده خالص، عايز حاجه واحده بس، يحس انه محترم في بيته، يحس انه مقدر في بيته، يحس انه عزيز في بيته. حتى لو غلطان، حتى لو بيعمل شيء غلط ومش عاجبك، لسه ليه احترامه. انا بترجاك النهارده، ارجعي ابن الجدار من تاني، ارجعي اقفي في الثغر من تاني لاجل زوجك اللي انت نفسك انه يكون زي ما انت عايزه، والله عايز يعمل فيه اكتر من اللي انت عايزاه. ارجعي خدي مكانك من تاني، وارجعي صلي من تاني، وارجعي قدمي محبتك وقبولك وتقديرك للزوج اللي ربنا حطه في حياتك. هللويا هللويا. يا ست، انت بتحبلي وعندك رحم وعارف يعني تستني لغايه ما تولدي. ربنا عايز يستأمنك على ده، على احلام يحطها في بيتك، وعلى انتظارات لاجل زوجك ولاجل اولادك. انت قوه كبيره، انت قوه كبيره وعزيزه وقديره. وربنا لما شاف ادم قال هخلق لي معين. عارفين المعين بيبقى ايه؟ عندنا المثل البلدي المصري يقول لك جبتك يا عبد المعين تعين، معناها انه انا محتاج لمعونه، انت اقوى مني في الحته دي. الله لما اوجد لي معين، قوة في الحتة اللي هو ضعيف فيها، سند في الحتة اللي هو واقع فيها، تعرفي تسندي، تعرفي تباركي، تعرفي تتكلمي بالحياة، تعرفي تشجعي، لأن ربنا حط هذه القوة في حياتك. ابن جدار في بيتك، إن كنت زوج، إن كنت أب، إن كنت أم، إن كنت زوجة، من فضلك ابن جدار، ارجع اطلب وجه الرب من تاني، ارجع اسأله من جديد انه يعمل حاجة في حياتك علشان هذا البيت لا ينهدم. عشان البيت مش بس لانه عليه عواصف وزوابع، لان البيت ليه مشيئة وليه خطة فدائية من عند الله، الله عايز يتممها ويصنعها في حياتنا. ابن جدار في وسط العمل، ده أكتر مكان الدنيا سداح مداح والأبواب مفتوحة والشرير بيخبط يمين، لان العالم قد وضع في ليه؟ في الشرير. مين بقى يبني جدار ويصنع سلام؟ مين يبني جدار ويقول أنا هنا، أنا هنا؟ رسالة يسوع المسيح المقروءة. أنت معكش كتاب مقدس؟ مش مهم يكون كتاب، مش هجيب لك كتاب مقدس، بس اقراه. هلو؟ اقراه، اقراه فيا، اقراه في تصرفاتي، اقراه في نظراتي، اقراه في كلمات. انا مش من النوع اللي بعلق زي ما الناس باقي بيعلقوا، مش من النوع اللي بتكلم على مديري، مش من النوع اللي النكته اللي مش عارف بتتقال فين ببتسم واعديها ابدا. في حاجه مختلفه، في شيء مختلف موضوع في حياتي وحياتك. الله بقول لك انا عايز اغير الشغل، مكان صعب قوي 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 وناس اللي فيه مش عايز احكي لك. امال انا حطك هناك ليه؟ انت مش واخد بالك، ده انا غلبت علشان احطك هناك، ده انا شلت فلان وشلت علان وجبت فلان عشان احطك انت هناك تكون شهاده حيه ليا في وسط العالم الصعب، في وسط زملاتك اللي حواليك. انا وضعك هناك عشان تكون شهاده، عشان تكون نور، عشان تبني جدار وتصلي لاجل هؤلاء اللي حواليك عشان انا افتح عينيهم. ما انتش رايح الشغل عشان ربنا يرزقك، ربنا هيرزقك في مكانك من غير ما تعمل مجهود، لأنه هو يفتح يده فيشبع كل حي رضا. ربنا بعتك إلى شغلك وعملك لأن ده خدمتك، لأن ده دور الشهادة اللي أنت بتقوم بيه في حياتك. وما تصحاش الصبح وأنت بتقول خلصنا على خير واعتقنا بقى من الله. روح وأنت شاكر، روح وأنت راضي، روح وأنت عينيك على الرب وقول له اصنع بيا فرق يا رب، اصنع بيا فرق، ساعدني أخد مكاني صح في وسط عملي، في وسط الناس، في وسط الحتة اللي أنت حطتني فيها يا رب. في تحدي ربنا بيحطه في حياتنا في كل يوم. بقي لي كلمية كمان، خش على النقطة الثانية في دقيقتين. كنت أب، إن كنت أم، إن كان في شغلك ربنا عايز يعمل بيك حاجة، حاجة الأخيرة، ابني جدار في الخدمة. وما أدراك ما الخدمة؟ أنت مستني عشان تخدم الرب؟
مستني ايه؟ انت مستني ايه كده؟ اصل انا ماليش في العك بتاع ال ماشي. ما تجيش تاني هنا انت خلاص. بوظلنا كل التسجيل اللي بنعمله. انت مستني ايه عشان تخدم الرب؟ مش عارف اخدم ايه؟ اطلبه اطلبه، قول له استخدمني، انا عايز اعمل حاجه، انا عايز عارف لما تروح هناك تقول يا سلام لو ارجع تاني، لو ارجع تاني ده انا حجري جري، لو ارجع تاني انا هعمل وهسوي هو يستاهل تخدمه وتفرح لما تتهان لاجله. بس احنا نحب نخدم خدمه سلوفان كده من بعيد لبعيد، مش عايزين تعليقات وجراح. الخدمه فيها جراح، وهتحتك بناس وناس تحتك بيك وناس مختلفه عنك، هيخبطوا فيك وتخبط فيهم، وانت بتخبط فيهم وبيخبطوا فيك، زيت المسيح يغمرك ويغمرهم ويشفيك ويشفيهم، وتكملوا السكه والطريق مع بعض. مين فينا اتجوز واحده على الكتالوج؟ اتجوزت واحد هو ده اللي انا، ما احنا ماشيين نحك في بعض وربنا يستر علينا والبيبان المقفوله، مش دارين ايه اللي بيحصل جوه، لكن عاملين ايه؟ مكملين الحياه. ليه في الخدمه اول ما تحصل لك حاجه السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، واخد بعضي وماشي. الله بيدور على ناس بتقول له احنا هنخدمك في كل يوم يا رب، وعايزين نكمل خدمتنا ليك، عايزين نبني جدار في الحته اللي انت حطيتنا فيها ونكمل. بقول لك اصلا انا ما مشيتش على مزاجي، الجماعه دول لو ما عملوش اللي عليا اصلا ما احبش بقى مع الناس وعلاقات ومش عارف ايه، وانا اللي يتنطط عليا انا. لا، في الخدمه هيتنططوا عليك وعلى اللي جابوك، هيتنططوا عليك، ولما يتنططوا عليك اعرف انه سيدك اتنططوا عليه. ويكفي يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه. ادالك موهبه، ادالك عطيه، ادالك حاجه ميزك بيه، ما تقولش ما عنديش، عندك غصب عنك، عندك هو ده. لو قلت ما عنديش انت بتتهمه بالنقصان، انت بتتهمه بعدم العدل، انت بتتهمه بانه ظالم، انت بتتهمه انه مش كفء ولا قادر كفايه انه يباركك. انت من رحم امك مبارك، من رحم امك الله ادالك انه يكون فيك مواهب، الله ادالك انك تخدمه. لما تعرفه ولما تفتح عينيك عليه يميزك اكتر واكتر ان يستخدم حتى المواهب الطبيعيه اللي حطها فيك انها تكون لمجده ولامتداد ملكوته. عايز اخدمك يا رب، انا عايز ابني جدار واخدمك يا رب، انا عايز اكمل اخدمك يا رب. ابني جدار واخدمه. بص اللي جنبك وقول له تمم خدمتك، تمم خدمتك. دور ابليس غرضه انه يطلعك، يطلعك، يطلعك من السبق، يطلعك من الحاجه اللي انت بتعملها واللي الرب بياكد عليه مره واثنين وثلاثه. طعامي ان افعل مشيئه الذي ارسلني، واعمل ايه كمان؟ واتمم عمله. بولس بيقول لتيموثاوس تمم خدمتك. هو بيقول عن نفسه لكني لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينه عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. الحاجة الأخيرة قبل ما أقول الحاجة الأخيرة، مش فاهم لو كل واحد مننا ساب سلاحه مين هيدافع؟ لو كل واحد مننا فرط إيده مين يقف؟ مين يقف؟ أنا بسألك النهاردة، خليك في الملعب ما تبقاش في المدرج. الله يخليك، خليك في الملعب. اللي في الملعب غير اللي في المدرج. المدرج قاعد يا عم شوط، يا عم العبها. مش طب انزل انت وريني كده، تعالى يا عم انزل، انزل انت العبها. لو جريت لك مره لقيت لك بس 5 متر وفيك، تعالى تعالى كمل. خليك في الملعب، ما تبقاش متفرجين اللي ماسكين طوب وعمالين يعملوا ايه، يحدفوا مش عاجبنا عملوا سووا الخدمه راحوا. حط عارف اول ما تحط ايدك تبتدي تخدم هتلاقي ان الكلام السلبي ابتدى يحصل له ايه، انكماش يحصل له خلاص، ما تنطقش بيه. ليه؟ لأنك شايف ربنا بيعمل بيك إيه، وشايف إنك بدل الواحد عايز 10 تانيين يمد إيديهم علشان يكملوا عمل الله معك. هللويا. يبني جدار، والحاجة التانية يقف في الثغر. يعمل إيه؟ يقف في الثغر. هنا مش يرمم الثغر، إشعياء 58 يرمم الثغرة. يرمم الثغرة يعني يجيب شوية طوب ويحطهم. الرب هنا بيقول إيه؟ يبني جدار ويكمل الجدار بإيه؟ بوقفته هو، بوقفته هو، بوقفته. يقول للشرير ما تقدرش تدخل للجماعة دولة غير لما تعدي عليا. بس أنا خايف من بيسو لحسن يعمل فيا مش عارف إيه، أصل شوش
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على مؤمنين آخر زمن اللي بيدلعوا الشرير. إيه الجمال والحلاوة اللي احنا فيها دي؟ الشرير لا يستحق إلا اللعنة فقط فقط فقط، وإنك تربط وإنك تأيده وإنك تثبت في الإيمان وتقاوم الشرير فيعمل إيه؟ فيهرب منك. أقف بنفسك في الصغر، الرب بيقول كده، أقف علشان أنا عايز المبخرة اللي بين إيديك أحط بيها حد فاصل ما بين الموت وما بين الحياة. آمن اللي فيك أعظم من الذي في العالم. آمن وإنت واقف هناك، إنت واقف في هذا المكان حسب أمر السيد، ولأنك واقف حسب أمر السيد هو ليه السلطان وليه القدرة، دفعت في السماء والأرض وتحت الأرض وكل ممالك الظلمة، تعلم إن الله وقفك في هذا المكان، ولأن وقفك في هذا المكان ولا قوة تقدر عليك. يحاربونك ولا هيحاربوك، هيحاربوك لكن لن يقدروا عليك. اوعى تسيب مكانك، خد مكانك، اثبت فيه، وانت ثابت فيه وعزمت الله بتزيد جواك يوم بعد يوم، الشرير هيهرب من امامك. عاموس كان واقف كده بيقول الرب عن يعقوب، يا رب انظر الى يعقوب لانه صغير، لانه صغير، هو صغير يا رب، ترائف عليه والرب سمع ليه، الرب سمع ليه. ربنا بيدعوني النهارده، بيدعوك، اقف النهارده في الصغر. عارف لما تقف في الصغر اقول لك على حاجه جميله قوي، الروح مساء الفل يا باشا، اهلا وسهلا، ابعت شويه عيال صغيرين كده يفرحونا يا رب، ايمان اطفال كده جميل. عارف لما تقف في الصغر، لما تقف انت في الصغر الروح القدس بيدور على حد يقف في الصغر عشان يصلي من خلاله. الروح القدس واقف، واقف بيدور على في مين جه واقف هنا، تعالى تعالى، انت جيت، تعالى تعالى، ده انا عايزك، ده انا عايز اقول حاجات كتيره من خلالك اصلي بيها عشان فلان، عشان فلان يشفع، عشان فلان ينقذ، عشان فلان. بس اقف، بين الاستعداد انك عايز تقف هنا، ولما عايز تقف هناك الحمل تقيل قوي، لا 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 لا، هو بيعرف يشيل الاحمال وهو يحط جواك تثقل، والتثقل تبقى انت فرحان بيه لغايه ما تشوف عمل الله، الله بيعمل حاجه مختلفه في الناس اللي حواليك. انتوا معايا ولا مليتوا؟ معلش مليتوا، ماشي الحال، ماشي الحال. نعمل ايه؟ نختصر الكلمتين اللي احنا بنقولهم. الله بيدور على راجل بيقول له خد مكانك، بص اللي جنبك كده قول له خدي مكانك، خد مكانك، خد مكانك، خد مكانك، خد مكانك، خد مكانك، خد مكانك. عارف رغم ده كله قول له واحد خد مكانك، قول له ما احنا واخدين مكاننا، بس كلم الناس اللي ما بتسمعش، الناس اللي ما عندهاش، يا عم خد مكانك يا عم، مالكش دعوه بغيرك، الله يخليك، حط عينيك عليه هو بس، قوم بالدور اللي عليك وهو هيشددك وهيعضدك وهيسندك. يمكن اللي مش واخد مكانك ده اول الناس اللي محتاج حد يقف له في الصغر، اول الناس اللي محتاج حد يصلي له ويتنبأ على حياته ويتكلم ليه عشان الله يفتح عينيه وعلشان يشفيه. نختصر الكلمتين ربنا بيقولهم النهاردة. نمرة واحد، أن الرب عيناه تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحو. الله بيدور، الله طالب مثل هؤلاء الساجدين له، الذين يسجدون له بالإيه؟ بالروح والحق. الله بيدور على الناس دي. أنا طلبت من بينهم رجل. كم واحد فينا النهاردة بيقول ها أنا ده يا رب، انا ده يا رب، انا موجود يا رب، انا موجوده، انا بضعفك، اوعى تنسى انا ابتديت كلامي بكده، بضعفك، بمشاكلك، بمسؤولياتك، باللي عندك، بس قول للرب انا موجود، استخدمني يا رب، انا موجود، اعمل بيا، اعمل بيا. هو بيستخدم المصدرة وغير الموجود، انا وانت من ضمن، دخل نفسك في الحسبه وقول للرب ارجع واستخدمني من تاني، ارجع ابني جدار من جديد وربنا هيفهمك، هيفهمك فين الطوبة اللي وقع، هيفهمك تقف ازاي، هيفهمك انك تعمل ايه علشان تقدر تصلي وعلشان تقدر تحرر وتنقذ وتكسر روح الهدم اللي موجود في حياة كتير. اقف في الصغر قدامه النهاردة. حبايبي عايز اقولكم على حاجة، احنا في خطر، احنا في خطر، احنا في خطر، والجيل اللي احنا عايشين فيه في خطر، والدنيا اللي احنا عايشين فيها في خطر. احنا عايشين في وسط امة مبنجة. انتوا معايا ولا مش معايا؟
مبنجة مبنجة بالكامل، ضاربين بانجو أصلي ولا دريانين ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي بيكون ولا الدنيا فيها ايه ولا بنعمل ايه ولا بكرة ازاي ولا جيل بيقوم ولا ناس بتنشأ ولا ناس تتحمل، ما فيش اطلاقا. والخوف ان احنا موجودين في وسطهم، سكتم بكم لا نرى لا نتكلم، ما عندناش حاجة غير ان احنا ننتقد وان احنا نتكلم بالكلام السلبي. الله وضعنا هنا نكون شهود امنا، نقف في الصغر ونبني ونقول له انقذ حرار اشفي اطلق، لانك انت افتديت هذا الشعب ودفعت فيه ثمن غالي يا رب. اقف النهارده من تاني واصرخ، واحنا جايين النهارده نكسر خبز. افتكر النهارده انك بينك وبين السيد في عهد، بينك وبين السيد في ايه؟ عهد. والعهد بتاعه عهد للبركه. لو قلت له النهارده من قلبك انا جاي لك بضعفي بكل ما فيا، بقول لك وقفني على رجلي من تاني يا رب، اعرف اخد مكاني من جديد، فك لساني انطق، فك لساني انطق، ادي على شفتي كلمات تطلع، املى قلبي باللي انت عايز تحط فيا عشان اعرف اتكلم واحكي من تاني يا رب، لانك طالب حد يقف في الثغر يا سيد يا رب. ساعدني النهارده اقف وارجع اخد مكاني من تاني.